هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. شو شايف انجاز اليوم؟ رح نعمل كمان من حلقه السبيشال انجريدينتس اللي عندنا اياهم، حنعمل حلقه على الانجاز. اوكي، مثل ما عم مثل ما على طول عم نجرب نركز بالسبيشال انجريدينتس على فوائد الانجريدينتس، الفاكهه مع الخضار. اليوم الانجاز، الانجاز مثل مثل التفاح عنده فوائد كثير عاليه، منهم اهم شيء الفيتامين سي، الفيتامين كي اللي عاليين كثير فيه، اكيد حمايه الجسم من كذا من كذا. هن بيعتبروا فواكه اللي بتكون زهره وبتصير فاكهه 100%. فبطبيعه الحال في بقلبه افادات كثير للجسم، ما عم نقول انه هو دواء، اكيد هو اذا نحن بناخذ هالفيتامينز الموجودين بنتجنب مع الوقت التهابات، فيتامين سي عالي سو بنشط الجسم، فيتامين كي اللي منيح للعظم والجلد. فهذه الاشياء اللي بنلاقيهم بالفواكه، يعني هن اكيد شيء مش مركز، بس حلو الشخص يشكل باكله، ياكل طبعا تفاح، انجاز، برتقال، بروكولي، مثل ما قلنا الخضار. الفواكه على طول منيحه للجسم لانه السكر تبعها سهل على الكبد، سهل على الجسم. مزبوط. وطبيعي 100%، سهل الجسم يمتصه 100%. اليوم حنعمل وصفات، حنعمل انجاز بوشت يعني بينسلق على كثير خفيفه، هذا عاده بيتقدم للسائق. حلو، بنحط حده ايس كريم اذا بنحب، يعني مش مربى، لا كومبوت اكثر. اوكي، يعني الفرق بين المربى والكومبوت، الكومبوت هو سائل اكثر، ايه بتبقى المي تبعه والسكر خفيف، بنرتكز اكثر على السكر الفواكه اللي بقلبها، بينما المربى هو سكر خفيف بينغلى كثير، فبصير حلو طبعه كثير، هي بصير جامد. حنعمل كبيس انجاز كمان بنحط، هذه جديده، مش جديده بالنسبه لنا، بعالمنا جديده، بالعالم اكيد بقى موجوده. كثير طيب بيطلع حد سمك، اما حد شقفة لحمة بيطلع كثير طيب. حنعمل يخنة مع الدجاج ويخنة مع اللحمة، نشوف انه فينا نستعمله كمان بالطبخ، مش اجباري بس يكون هو بكثرة بيستعمل بالطبخ 100%. الجاص يعني في كثير فيك تستعمل، مش بيستعمل بالطبخ الجاص، بيستعمل السفرجي اللي بيستعمل بالطبخ، كلهم طيبين.